اسمي ضحى، كنت عايزة حضرتك تختبرني في ربع ياسين وتفسير جزء عام. بس انت سألت اول امس واختبرناك في ربع ياسين؟ نعم. أم انت اتصلت اول امس واختبرناك في جزء ياسين او واحدة غيرك؟ ديت واحدة غيري مش انا. جزء ياسين فقط ولا ربع ياسين وتفسير جزء عام؟ ربع ياسين وتفسير جزء عام. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. حسبك، بارك الله فيك، أكرمك الله، شكرا لك، قراءتك طيبة والحمد لله.